عايزين بقى في الوقت اللي جاي ده نعرف حضراتكم مين قال ايه عقب انتهاء احداث المباراه. بدايه كده مارسيل كولر المدير الفني للفريق اتكلم عن الفوز ده وقال ان فريقه قدم مباراه مميزه جدا، وقال ان احنا لم نتاثر بغيابات في هذا اللقاء واللي يتقال عليه لقاء قمه. الحقيقه على صعيد الغيابات احنا كان عندنا تقريبا فريق كامل ما كانش موجود للامانه دي حقيقة. يعني ومع هذا برضو القول الماثور بتاعنا شفناه متحقق امبارح، الاهلي بمن حضر. تعالوا نتابع جانب من تصريحات مستر كولر ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. Es ist natürlich immer wichtig, dass man vorbereitet ist, wenn sich Spiele verletzen oder الواحد يبقى متحضر كويس جدا ويبقى جاهز لما يكون في اصابات او يكون في لعيبه موقوفه. Und ja, das waren wir und dementsprechend واحنا كنا مستعدين وعشان كده لما جت اللحظه دي ما حصلش اي مشكله او ما حدش حس ان في مشكله. عندنا قائمه كبيره فيها لعيبه كتير كبيره. معانا تقريبا 30 لاعب. وطبعا بيبقى ساعات كتير بيحصل ان بيبقى في احباط من بعض اللعيبه اللي ما بتشاركش لان ما بيقدرش يشارك غير 11 واحد بس في الملعب. لكن لما لاعب ينزل وبعد غياب ويأدي زي رامي النهارده ده بيبين الاستعداد اللي احنا عاملينه، وده كمان بيدي ثقه لبقيه المجموعه ان اللي بينزل بيأدي وانه كله ممكن ياخد فرصه. طبعا لعبوا كويس جدا زي الباقيين برضه زي زمايلهم اللي بقى لهم فتره. طبعا كان في ريسك شويه في موضوع خالد لان هو عاده بيلعب باك رايت واحنا ما كناش عايزين اطلع هاني من مركز الباك رايت اللي هو متالق فيه الفتره الاخرانيه، ما حبيتش ان انا اشيله من مكانه. ولعب النهارده ماتش كويس قوي، وانا اتكلمت مع خالد قبل الماتش وعرفت منه ان هو لعب قبل كده باك رايت في سموحه، وكان بالنسبه لي مهم ان انا العب خالد بالذات لانه عنده ميزات زي السرعه زي ان هو بيلعب بقلب جامد، وعشان كده وده اللي خلاني ان انا اخترته هو واتكلمت معاه وهو اثبت لي حسن اختياري ولعب ماتش كبير النهارده. بالظبط، انتوا بتتعلموا كويس بسرعه مني اللي انا بقوله وبتسمعه كويس ان الماتش الجاي هو دايما اهم ماتش. عايز اشكر جمهور النادي الاهلي جدا على الدعم العظيم الهائل ودايما في كل ماتش في ظهرنا، وان هم دايما بيولعوا الملعب زي ما بنقول، وده مهم جدا للفرقه وبالذات للعيبه الجديده كمان انها بتاخد ثقه بتاخد دعم، وده بيقوي الفرقه جدا. واتمنى ان في يوم من الايام ادخل الملعب يرجع تاني الملعب متقفل زي الصور القديمه اللي انا شفتها. نفسي اشوف ده في يوم من الايام وانا مدير فني للنادي الاهلي ان الجمهور متقفل الملعب يعني.